السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبنات الأعزاء، بنكمل مع بعض إن شاء الله اليوم ده درس جديد في تفاضل وتكامل قسم الفيزياء، وتحديدا في درس 7-4. الحقيقة هذا الدرس من الدروس البسيطة وتمارينه إن شاء الله قليلة وبتتفهم بسرعة، حاجة اسمها التكامل بالتجزيل الـ Integration by Parts، هو قانون واحد بنشتغل عليه كل تمارين الدرس إن شاء الله. هذا الدرس بيعتمد على القانون تكامل اليو دي في بيساوي يو في ناقص تكامل في دي يو. ايه قصة يو ودي في؟ بستخدم هذا القانون في حالة ما يجيني مثال فيه حاصل ضرب دالتين، زي ما احنا شايفين قدامنا اكس دي دالة مضروبة في القوسين اكس دي دالة تانية. يبقى عندما يكون المسألة عندي فيها حاصل ضرب دالتين هستعمل هذا القانون. الحقيقة القانون انا مش عايزك تحفظه قد ما تفهمه معايا، هتلاقي الموضوع ان شاء الله بسيط. اول حاجة انا بمسك الدالتين، في واحدة منهم بسميها يو، جزء منه بسميه يو، وجزء تاني بسميه دي في. اليو دي في بيتم الاختيار بناء على ايه؟ انا عندي الداله الاولى اللي هي الاكس، والداله التانيه اللي هي الكوزاين والدي اكس. الداله اللي سهله الاشتقاق اسميها اكس، اخدها باليو اللي هي الاكس يعني، لان مشتقه الاكس بواحد، والكوزاين اخدها بالدي في. يبقى هنا عندي كوزاين اكس دي اكس. هنا في السؤال ده انا ممكن اغير، بس الافضل هيبقى اليو باكس. ليه بقى؟ لان اليو الاكس مشتقتها واحد، اما القوزين بسالب صين. يبقى انا قسمت، اسمها تجزيل، لان انا قسمت المساله جزأتها، خدت الاكس سميتها يو، والقوزين دي اكس سميتها دي في. نعمل ايه بقى؟ نشتق الجنب ده ونكامل الجزء ده. لما اجي اشتق اليو بدي يو، طب مشتقه الاكس بدي اكس، طب تعالى نكامل الدي في في، طب وتكامل القوزين بصين، ساين اكس تكامل قوزين بالنسبه لاكس ساين اكس. اعمل ايه بقى؟ اروح اطبق القانون. بيقول لي القانون بيقول تاخد الجزء ده تضربه في ده، يعني اكس ساين اكس ناقص اللي هي بقى مين؟ يو في في، دي قيمه اليو دي قيمه الفي، ناقص تكامل ها في بالدي يو، اخد ده تاني واضربه هنا، وبينهم سالب علامة التكامل، يبقى ناقص ساين اكس دي اكس. لما اجي اكمل الاكس ساين اكس خلاص ما بكملهاش بقى، هي نزلت على كده، وابدا تكامل الساين بسالب قوزين، فدي تحول لموجب، يبقى هنا موجب قوزين، وفي الاخير بضيف ثابت التكامل، ويبقى هي دي الاجابه بتاعت السؤال بتاعي، او لو سؤال اختياري هيكون ده في الاختيارات. طيب عشان توضح اكتر تعال نشوف مثال تاني، تكامل اللين اكس دي اكس. طب هنا ما فيش الا داله واحده، فاعتبر التانية دي في، فافرض اليو اللي هي الدالة الأولى لين اكس، طيب والدي في افرضها بالدي اكس. هنا هنشتق وهنا هنكامل. اما اشتق اليو دي يو، طب مشتقة لين اكس واحد على اكس دي اكس، ده قانون طبعا. هنا لما اجي اكامل الدي في في واكامل الدي اكس دي اكس، وكالعادة ابدأ اخد التلات اجزاء دول، ده ودي ودي، اضرب ده في ده، يبقى اكس لين اكس. استاذ طب انت ليه ما كتبتش لين اكس الاول؟ لا، دايما لو في لين يبقى اللي هنا يتكتب اوليها، قبليها ناقص تكامل ده في ده، يعني اكس في واحد على اكس دي اكس. الاكس لين اكس ما نكملهاش تاني، تنزل زي ما هي. طب واجي بقى اكامل دي، تقول لي طب ما الاكس دي تروح مع الاكس دي، تبقى واحد. طب تكامل الواحد بمين؟ بإكس زائد إيه؟ ثابت، وهو ده السؤال الاختياري بتاعي، أو دي الإجابة النموذجية. طبعًا زي ما إحنا شايفين درس بسيط، وأسئلته كلها إن شاء الله هتبقى سهلة. نيجي هنا، الدالة الأولى أهي، ودي التانية أهي. يبقى اليو هسميها إكس. طب والدي في اللي هي سك تربيع إكس دي إكس. يبقى الدي يو تساوي دي إكس، لأن اتفقنا هنا نعمل إيه؟ نشتق، خلاص حفظنا كل الدرس على كده. وهنا نكامل. اكامل الدي في في، طب تكامل السك تربيع بتان، طبعا في بعض القوانين كده لازم نبقى حافظينها. ونعمل ايه بقى؟ ناخد الجزء ده والجزء ده والجزء ده، اضرب ده في ده على طول، يبقى اقول الانتجرال بتاعي هيساوي اكس تان اكس ناقص تكامل ده في ده تان اكس بالنسبه لاكس، هيساوي الجزء الاول ينزل نفس. طب وتكامل التان؟ سامع الناس بتقول لي لين كوزاين، مظبوط، لين كوزاين اكس زائد مين؟ زائد الثابت.
طبعا في حته هنا مهمه، يجي يسالني يا استاذ هنا ما ينفعش اقول ثابت، اقول له تمام ممتاز، امال هنعمل ايه هنا بقى في المساله دي؟ ان انا هعوض مره بصفر ومره بباي على 3. في جزئيه ثانيه ان تكامل التان بلين قوزين بس بالسالب، فتحول دي لايه؟ لموجب. اروح اعوض عن الاكس بباي على 3، يبقى اقول هنا باي على 3 تان باي على 3 زائد لين كوزين باي على 3، وبعدين اقول ناقص ها صفر تان صفر زائد لين تان كوزين صفر. طبعا صفر تان صفر بزيرو، وكوزين صفر بواحد، ولين واحد برضو زيرو. طبعا دي ممكن استخدمها بالآلة، لا بجيبها بقيمتها بالآلة الحاسبة، او اني انا اسيبها بهذا الشكل، جنيه الاختيارات بهذا الشكل، ممكن ده صح وده صح. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي ساين تربيع دي اكس. دايما 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 لو انا عندي هنا كده في دالة واحدة، يبقى انا هاخد الدي الاكس ودي الدي في، او دي اليو ودي الدي في، دايما بهذا الكلام بيبقى في كل الحال. طيب انا عندي هنا الساين تربيع بتاعتي عشان افرضها ملهاش، يعني لو انا خدت اليو بتساوي ساين تربيع، طب انا مش عارف اشتق ساين تربيع، طب ما نعمل ايه في الحالة دي؟ قال لي انا ممكن اعملها اليو بساين واحدة، طب والدي في بالساين التانية. ممكن او ممكن ليه؟ لان انا في الحاله دي مش هعرف اشتق ساين تربيع، فلما اجي اشتق اليو بديو ومشتقه الساين بقوزين اكس دي اكس، طبعا لما اجي كامل الدي في في بتكامل الساين بسالب قوزين. ابدا كالعاده باخد الجزء الاول والجزء الثاني وادي الثالث، دي الثلاث اجزاء اللي بستخدم، بضرب الاول ده في ده، يبقى انا عندي الانتجرال بتاعي ساين في سالب ايه؟ قوزين. يبقى اقول سالب ساين في قوزين اكس ناقص تكامل كوزين في كوزين، يديني كوزين تربيع، وفي سالب يتحول لموجب، يبقى يديني هنا كوزين تربيع اكس دي اكس. الجزء الاول كالعاده ما بنكملوش بقى، بننزله زي ما هي زي ما هو، يبقى هنا زائد، انا عشان اكمل كوزين تربيع دي اعملها واحد ناقص ساين تربيع، يبقى انا عندي سالب ساين اكس كوزين اكس زائد تكامل الواحد باكس ناقص تكامل ساين تربيع اكس دي اكس. ايه ده؟ ماذا نلاحظ هنا بقى؟ شوف ده الجزء ده هو نفس الدالة الأصلية، ولذلك اسمه تكامل متكرر. يعني ايه متكرر؟ يعني أنا عمال أكامل طلع لي نفس الدالة تاني، نعمل فيها إيه؟ أنا معتبرها هنا اسمها أي، يبقى الجزء ده اسمه أي، ما هو نفس المسألة الأصلية. طب قدامها سالب نجيبها هنا موجب، فتبقى أي زائد أي يديك 2 أي، يبقى 2 أي بتساوي سالب ساين إكس كوزين اكس زائد اكس. طب انا عايز اي واحده، يبقى اضرب في نص، سالب ساين اكس كوزين اكس زائد اكس، وفي الاخير بضيف الثابت، ويبقى ده الحل بتاعي. ده من ضمن الاسئله اللي بتيجي كتير جدا في الاختبارات عشان فكره التكرار ده، يبقى لما يكون في تكرار بعتبر ان اسمه اي، واجي نقله بعكس الاشاره يديك اي على اي، اي زائد اي يديك 2 اي، وبعدين اقسم على 2 يبقى اضرب هنا في نص، وبالتالي كده نصل للاجابه الصحيحه. الحقيقة كان في مثال قبليه رقم 4 احنا نسيناه، هنرجع له تاني، اللي هو عندي كوزين اس ماينس 1. طبعا هنا الكوزين اس ماينس 1 دي هي اليو، لان انا بقدر اشتقها، وبالتالي يبقى الدي في بدي اكس. هشتق اليو بديو، طب مشتق الدي بقى عبارة عن ايه؟ واحد على جا وجذر واحد ناقص اكس تربيع. طبعا دي من ضمن القوانين اللي احنا مرت علينا في الاشتقاق. طبعا لا ننسى ان هي بالسالب، وبعدين بكامل الدي في بفي وتكامل الدي اكس باكس. كالعادة ببدأ اخد الجزء الاول اهو، وادي الجزء الثاني، وادي الجزء الثالث، واقول الانتجرال هيساوي اضرب ده في ده، وطبعا الاكس دايما نحطها في الاول، يبقى اكس كوزاين ماينس 1 اكس ناقص تكامل، هضرب دول كده ببعض، خلاص ضربتهم، وبعدين ارجع اضرب دول في بعض، اكس في سالب واحد يبقى سالب اكس على جذر واحد ناقص اكس ايه؟ تربيع في الدي اكس. طبعا السالب ده يتضرب في السالب ده يتحول لموجب، يبقى اكس كوزين ماينس 1 اكس هيبقى هنا زائد، واقول تكامل اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع دي اكس. في هنا في قانون بيقول لو البسط في جذر في المقام، لو البسط مشتق ما اسفل الجذر، يعني المفروض اضرب هنا في 2 واضرب هنا في نص، يبقى الناتج هيطلع 2 الجذر، وبالتالي يبقى هنا اكس كوزين ماينس 1 اكس زائد نص في 2 الجذر، ده قانون، زائد مين؟ زائد 7. طبعا الاثنين هنا
تروح مع النص، فيبقى الإجابة عندي x كوزاين ماينس 1 x زائد الجذر على طول 1 ناقص x تربيع زائد ثابت، وتبقى هي دي الإجابة المطلوبة. طبعا في هنا جزئية من ضمن قاعدة الإشارات حاجة مهمة قوي، إن هنا مستقط ما أسفل الجذر المفروض هنا تبقى بالسالب، يعني المفروض هنا في سالب، فعشان أضرب هنا في سالب لازم أغير دي، أغير دي تبقى إيه، تبقى سالب، يبقى أنا هضرب هنا في سالب يبقى هغير دي سالب، وبالتالي يبقى دي برضو إيه سالبة ودي برضو إيه سالبة. طبعا نهتم في موضوع الإشارات دي جدا، ويبقى هنا الإجابة، يبقى ده الإجابة النموذجية بتاعتي أو دي الناتج النهائي بتاع الايه بتاع السؤال. نشوف سؤال تاني اسمه سؤال متكرر، وده يعتبر درجات اكس تربيع، وهنا ايه اس 2 اكس. هنا كالعادة بفرض اليو باكس تربيع والدي في، والدي في عندي بتساوي اي اس 2 اكس دي اكس. هنا اشتق اليو ديو يبقى 2 اكس، وكامل دي في في دي عشان اكامل ايه نفسها لتكاملها على مشتق الاس يعني نص. ابدا اجيب التكامل هيساوي، هضرب كالعاده باخد الجزئيه هذه اضربها في دي الاول كده، يبقى انا عندي نص اكس تربيع اي اس 2 اكس ناقص تكامل الاثنين دول في بعض، النص يتضرب في الاثنين هضرب دي في دي طبعا، النص اتضرب في الاثنين يروح، يبقى عندي اكس اي اس 2 اكس دي اكس. طبعا انا عشان اكمل الجزء ده يبقى تجزيء مره اخرى، يعني ايه؟ يعني افرض يو جديده اكس ودي في جديده اي اس 2 اكس طبعا دي اكس، مشتقه اليو دي يو مشتقه الاكس دي اكس. هنا تكامل في بفي وتكامل دي نص اي اس 2 اي اكس. لما اجي اكمل بقى اقول التكامل بتاعي الجزء الاصلي ده ينزل نص اكس اي اس 2 اكس ناقص، ابدا اكمل بقى الجزء الجديد اخد الجزء ده في ده في ده اضرب كده، يبقى نص اكس اي اس 2 اكس ناقص تكامل اضرب الاثنين دول في بعض نص اي اس 2 اكس دي اكس. اصبح الناتج بتاعي نص اكس اي اس 2 اكس تنزل سالب نص اكس اي اس 2 اكس تاني ناقص، ده سالب في سالب بتحول لموجب، اقدر اخد النص بره واقول تكامل اي اس 2 اكس، يبقى الناتج بتاعي طبعا هنا نص اكس اي اس 2 اكس ناقص نص اكس اي اس 2 اكس، طبعا دي تربيع، هنا في تربيع اللي هو الاساسي ده، يبقى نص اكس تربيع اي اس 2 اكس ناقص نص اكس اي اس 2 اكس زائد اكامل دي النص ينزل ونص تاني اي اس 2 اكس اللي هي الداله الاصليه في على مشتقه الاس، طبعا نص في نص اقدر احولها لربع، ويبقى طبعا دي الاجابه بتاعتي او ده المطلوب اللي عندي. طبعا سؤال طويل شويه لان فيه تجزئه مرتين، ولكنه ان شاء الله سهل. هنا برضو عندي دالتين اهم، ادي داله وادي داله، هفترض ان اليو اي اس تي، طب والدي في ساين تي دي تي، وبالتالي يبقى الديو نفسها، طب والفي مشتقه الساين تكامل الساين بالكوزين بس بالماينس تي، هنا طبعا دي اي اس تي اي اس تي يعني نفسها دي تي. هبدا اخد الجزء الاول اضربه في الجزء الثاني اللي هو اليو في الفي ده، يبقى الانتجرال بتاعي يساوي سالب اي اس تي، ده السالب ده هيحطها في الاول، في كوزين تي ناقص تكامل الاثنين دول في بعض، السالب ده يضرب في السالب يتحول لموجب، يبقى اي اس تي كوزين تي دي تي. ايه ده؟ طب ده تجزيء اخر، يبقى اقول يو بتساوي اي اس تي، طب والدي في كوزين تي، طب اشتق مشتقة اليو دي واي اس تي نفسها في الدي تي، طب تكامل الدي في في تكامل الكوزين تقول لي ساين. طب نبدأ نعمل ايه؟ نكرر تاني، ناخد دي ودي
ودي اضرب كده وارجع تاني كده بينهم تكامل، يبقى الانتجرال بتاعي بيساوي الجزء الاول ده بكتبه اي اس تي كوساين تي ناقص التكامل الجديد بقى اللي هو الجزء التاني عبارة عن ايه، اي اس تي ساين تي ناقص تكامل ده في ده اللي هو اي اس تي ساين تي دي تي. ماذا نلاحظ؟ هنلاحظ ان التكامل بتاعي بدأ يظهر تاني اللي هو انا شغال عليه من الاول اللي هو ده، هو نفس الدالة الاصلية. يبقى انا هفترض ان كل ده اسمه مين؟ اي، انا مسميه اصلا اي وقدامه سالب، فاجي هنا باتنين اي، اصبح اتنين اي هتساوي سالب اي اس تي كوزين تي ناقص اي اس تي ساين تي. ايه ده؟ ده نقلته هنا. طب ما انا عايز اخلص من الاتنين دي طبعا زائد ثابت، يبقى اعمل ايه؟ اضرب في نص. يبقى انا اقول الاي دي هتساوي نص وانزل كل ده زي ما هو، سالب اي اس تي كوزين تي ناقص اي اس تي ساين تي وفي الاخير زائد ثابت، وبالتالي يبقى هي دي الاجابه. اصبح دي برضو زي المساله اللي عدت فيها التكامل، بعد ما بجزأ مرتين بيظهر لي نفس الايه، نفس السؤال هو هو. سك تكعيب هنا عندي في السؤال، سك تكعيب هقسمها كما يلي، هاخد اليو بسك اكس دي اكس بسك اكس والدي في بسك تربيع دي اكس. ليه بقى الكلام ده؟ لان انا اعرف اشتق السك واعرف اكامل السك تربيع، ديو بقى مشتقة السك بسك تان. طيب وتكامل الدي في، في تكامل السك تربيع بقى بتان اكس. لما اجي اطبق في الدالة بتاعتي اقول تكامل، هضرب باخد طبعا التلاتة اللي احنا خلاص حفظنا الموضوع كده وبضرب دول في بعض على اول خطوة، يبقى اقول هنا ايه سك في تاني، يبقى اقول سك تكامل لو اطبق القانون على طول اقول تكامل اضرب سك في تان بسك تان ناقص تكامل اضرب ده في ده، يبقى سك تان في تان فين يديني سك تان تربيع. يبقى اذا سك تان تنزل خلاص مش هنكملها، ناقص تكامل سك وشيل التان وحط قيمتها اللي هي سك تربيع ناقص واحد، دي مين؟ دي اكس. ابدا اضرب سك تنزل سك تان تنزل زي ما هي، تكامل هضرب سك في سك فيديني سك تكعيب دي اكس ناقص سك في واحد، تقول لي سالب في سالب بموجب، اقول لك مظبوط، وسك في واحد بسك اكس دي اكس. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ دي هي الدالة الأصلية، فنحط مكانها مين؟ اتحفظت بقى اي، فتيجي هنا مين؟ اتنين اي، لان سالب اي تيجي مع الاي الاولاني يبقى اتنين اي، يبقى السيك اكس زي ما هي في التان اكس زائد ها تكامل السيك، ما دي نقلناها بقى، تكامل السيك ايه؟ لين سيك زائد تان، قانون محفوظ زائد ثابت. طب انا عايز التكامل بس اعمل ايه؟ اقسم على اتنين، يعني اقول نص في سيك اكس تان اكس زائد لين سيك زائد تان زائد الثابت، ويبقى دي الاجابه بتاعت سيك تكعيب. طبعا زي ما احنا شايفين سؤال طويل شويه ولكنه بسيط ان شاء الله. تعالوا نشوف لاخر سؤال في درسنا النهارده. طبعا في مثال رقم 9 ده عباره عن اثبات واحنا ما عندناش اثباتات، ولكن هنا عندي انا عايز تكامل ساين اس 6. ده قانون زي ما احنا شايفين قانون كبير شويه، ولكن ده قانون لازم يبقى معروف لو جاء عندي السؤال ده او لو هو مقرر في الخطه. طبعا السؤال سهل جدا بس اهم حاجه القانون عندي. انا عندي من صفر تكامل من صفر الباي ساين اس 6 اكس دي اكس، هبدا اعوض في القانون. هنا ساين اس 6 يبقى الان ب 6، يبقى لما اجي اطبق في القانون اقول سالب 1 على 6 ساين اس ان ناقص 1 يعني ساين اس 5 كوزين اكس،
وعوض من صفر الباي على 2 زائد ان ناقص 1 يعني 6 ناقص 1 ب 5 على مين؟ على 6 اللي هي في تكامل من صفر لباي على 2 ساين اس 4 اكس دي اكس. الناتج بقى يبقى عبارة عن ايه؟ الجزء ده عشان جزء فردي فيبقى بزيرو. طب وهنا يبقى 5 على 6 اللي هي الجزء الثاني من صفر لباي على 2 ساين اس 4 اكس دي اكس. طيب ساين اس 4 ابدا اطبق فيها القانون تاني، نفس الفكره، ها سالب 1 على ان، بس الان هنا تبقى بكام بقى؟ ب 4، لان هنا طلع لي 5 على 6 يبقى نزل 5 على 6 في ها سالب 1 على ان، يعني سالب 1 على 4 في ساين اس ان ناقص 1 اللي هي 3 اكس في كوزين اكس. الكلام ده من فين لفين؟ من صفر الباي على 2 زائد ان ناقص 1 يعني 3 على 4 تكامل من صفر الباي على 2 ساين ان ناقص 1 يعني ساين تربيع اكس دي اكس. ابدأ اكمل الجزء ده هيطلع معايا بكام بقى؟ ساين التكعيب اس هنا فردي، يبقى اذا برضه الجزء ده هيبقى بزيرو لان هتعوض عن الكوزين ساين صفر بصفر على طول في التعويض، وتطلع داله في مشتقتها فتبقى برضه زيرو. فيبقى انا عندي 5 على 6 في 3 يبقى 5 على 6 في 3 على 4 تكامل مين بقى؟ ساين تربيع. طب فاكرين ساين تربيع عباره عن ايه؟ برافو عليكم، نص في 1 ناقص كوزين 2 اكس دي اكس من صفر لباي على 2. لما اجي اكمل تبقى انا عندي الناتج بتاعي هيطلع 5 على 6 في 3 على 4 في 1 على 2 تكامل 1 ناقص كوزين 2 اكس دي اكس. يبقى 5 على 6 في 3 على 4 1 على 2 وكامل الواحد باكس طبعا من صفر لباي على 2. طب وتكامل الكوزين بساين 2 اكس على 2 من صفر لباي على 2. ابدا اعوض فيبقى 5 على 6 في 3 على 4 في 1 على 2 اعوض على الاكس باي على 2 وساين 2 في باي على 2 يعني ساين باي على 2. طبعا لما اعوض بصفر هيبقى هنا صفر وساين صفر برضو بايه؟ بزيرو. طبعا هنا هيطلع الناتج ساين باي على 2 اللي هي برضو بصفر، وبالتالي يبقى الإجابة بتاعتي 5 على 6 في 3، طبعا هنا 3 على 4 في نص في باي على كام؟ على 2، لأن دي تبقى بزيرو. طبعا الناتج هيطلع بدلالة مين؟ الباي. نقدر نضرب الأرقام دي كلها ببعضها يطلع البسط 15 والمقام 96 باي، وتبقى هي دي الإجابة النهائية بتاعت السؤال بتاعي. طبعا الحقيقة في حتة برضو أخيرة عايز أتكلم فيها.